وصلت إلى مطار الشهيد باسل الأسد الدولي في اللاذقية طائرة مساعدات روسية مقدمة من الشعب الروسي إلى الشعب السوري لمساعدته في محنته وتعبيرا منه عن تضامنه مع الشعب السوري في مكافحته للإرهاب والإرهابيين. أمس ولد الدار كبيرة، منزل مدمر بشكل كامل. أمس أجرت شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تطال الإمداد عن كافة قطاعات التابعة للفرقة الخامسة. الله أكبر. اتراق دبابة إلى عصابة الأسد. في قرية عزيز.